الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، هذا الدرس في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وإيانا برحمته الواسعة. وهذا الكتاب كتاب مفيد في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بالأحكام الفقهية العملية التي يحتاج إليها المسلم في سائر شؤونه. وتوقفنا عند كتاب الطهارة عند حديث حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهو حديث عظيم جليل في غاية الأهمية في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتبر أهل العلم أن هذا الحديث من أهم الحديث وأجمع الأحاديث وأكمل الأحاديث في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، والمعتبر عند أئمة أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان، وحمران ابن أبان المدني ثقة من التابعين، وكان من سبيعين التمر، سباه خالد بن الوليد ثم قدمه وأهداه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وأعتقه عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو ثقة تابعي أحاديثه صحيحة، اتفق الشيخان على أحاديثه واحتجوا بها. توفي رحمه الله سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مولى عثمان أي عتيقه، اعتقه عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعثمان ابن عفان القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين، سمي ذي النورين لأنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، ثم توفيت رقية وزوجه أم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لو عندي ثالثة لزوجته إياها. وذلك لعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. توفي مقتولا شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله وعليهم من الله ما يستحقون، سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن بمقتل عثمان فتح باب شر للمسلمين لم يغلق حتى وقتنا، في وقته من قتل عثمان وباب الشر على أهل الإسلام من الخوارج إلى وقتنا. فهو صحابي جليل، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء، وثبت أن هذا الحديث كان في السوق أمام الناس، دعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل بهذا الماء، أي فعل الوضوء به، كالوقود والوقود. الوقود هي ماذا؟ هي الحطب، والوقود هو اشتعالها. السحور هو أكلة السحر، والسحور فعل السحور، وهكذا.
لذلك سيبين معنى الفرق أنه أتى بوضوء ثم أحضر له بوضوء. لذلك هنا بالفتح، بالفتح على أن هي المادة نفسها، أتى بوضوء أي بإناء فيه ماء فأفرق على يديه من إنائه، فأفرق أي صب على يديه من إنائه أي من هذا الوعاء، وكان الوعاء هذا على يمينه. هذا الحديث أو هذه اللفظة تبين لنا أمرين: أولا فضيلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وحرصه على نشر السنة وتعليم الناس الخير وبيان الحق ونصح الأمة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا التعليم تعليما عمليا أمام الناس حتى يقتدوا به ويراه الصغير والكبير ويكون أبلغ في التعليم والتوجيه وأرسخ في الذهن. وبالمناسبة والأحبة بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم سنشرح بإذن الله تبارك وتعالى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في هذا الجامع إذا الله مد لنا في العمر وهي لنا الأسباب. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه من حرصه أتى بهذا الوضوء وتوضأ أمام الصحابة، مع أنه معلوم هذا الوضوء أن الصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حرص أن يعلمهم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدلنا على فضيلة عثمان وحرص الصحابة على تعليم الناس الخير. ومن كان على هذا الطريق وهو على طريق الصحابة على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فأفرق على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. الغسل هو صب الماء على 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 يديه. هذا يعطينا فائدة: أولا أنه غسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا الغسل غسلا مستحبا والفرض هو عند ابتدائه، فغسل اليدين عند ابتداء الوضوء له حكمان: الحكم الأول سنة ويكون واجبا إذا كان قائما من نوم ليل كما مر معنا في الدرس السابق. قال: فغسلهما ثلاث مرات، وهذا فيه استحباب غسل اليدين ثلاث مرات. قال: واليدين ما هما؟ هي الكفان. هم ماذا؟ هي الكفان، لأن هي التي تنقل الماء إلى سائر الأعضاء، وهي من أطراف الأصابع، وهي الكف من أطراف الأصابع إلى المعصم. قال: فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. وفيه استحباب دخول وفيه استحباب البداءة باليمين كما بدا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأن يكون المتوضئ يبتدئ بيمينه كما يسمر معنا في الحديث القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وفي وضوئه وفي شأنه كله. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وثم يمر معنا في الحديث ثم تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب بين الأعضاء وأنه فرض من فروض الوضوء. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض أدخل الماء في فمه وحركه ثم مجه، هذه هي المضمضة. تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، وهي ثلاثة أمور: دخول الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، وإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث قد أكمل قد أجزأ في وضوئه. والأكمل أن يأتي بهذه ثلاثة أمور، سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم كيفية تمضمضه عليه الصلاة والسلام. قال: واستنشق، وهو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس. واستنثر أي طرح هذا الماء، وصفته أن يأخذ قرفة واحدة يمر بها على الفم والأنف ويستنشق ويتمض باليمين ويستنثر بالشمال، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل وجهه ثلاث مرات، أول فروض الوضوء ما هي؟ هو غسل الوجه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه كم فرض؟ أربعة فروض، أولها غسل الوجه، وقبل غسل الوجه النية، وقبل غسل الوجه هو النية في رفع الحدث، وهذا الوضوء هو في الحدث في رفع الحدث الأصغر وهي الطهارة الصغرى.
طيب لو سألتكم سؤالا، كم عدد فروض الوضوء باختصارا؟ هي سبعة. هي ماذا؟ هي سبعة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس رابعا، والنية الخامسة، والترتيب والموالاة. هذه فروض الوضوء السبعة. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه وحد الوجه، عند الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا هو وجه. فلو جاء رجل وغسل وجهه هكذا مثلا لم يغسل وجهه، لابد أن يعم الماء وجهه كاملا حتى يصح أنه توضأ، وأن يكون هذا الغسل صبا يصب الماء ولا يمسحه، كما بعض الناس أنه يمسح بس كده على وجهه، هذا لم يغسل وجهه. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. السنة ثلاث مرات، الفرض الواجب مرة واحدة، أدنى الكمال مرتين، أعلى الكمال ثلاث مرات، الرابعة وش حكمها؟ أسألك. ها سمش. أي نعم، الرابعة بدعة في الدين، الرابعة بدعة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا هو البدعة في الدين، الدين لا يحتاج إلى زيادة وإلى نقصان، لذلك لا تأتي بشيء ولا تزيد في الدين بشيء من عندك. إذن الوضوء أقله وهو الواجب والمجزئ مرة واحدة، مرتين هذا أدنى الكمال، ثلاث مرات أعلى الكمال، أربع مرات بدعة ما يجوز في الدين. واضح؟ ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين، ويديه من رؤوس الأصابع إلى مع المرفقين، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، لا بد أن يدخل المرافق مع في الغسل، ويديه المرافق ثلاثا. ثم مسح، وهذا يبطل أيها الأحبة من يغسل يديه ابتداء من العضد، بعضهم يغسل يديه ابتداء من العضد وهذا لا يصح وضوءه، وهذا واجب وفرض، واجب وفرض في الوضوء، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثم قال: ثم مسح برأسه، ولم يذكر العدد، والثابت أنها مرة واحدة، أن يبل يديه بالماء ثم يبتدئ بمقدم رأسه مرة واحدة، هذه هو الإجزاء. فإذا عاد هذا كمال، وأن يعم سائر، يعم سائر، يعم سائر بدنه هكذا، يبدأ من هنا، فإذا عاد هذا كمال. واضح؟ إن شاء الله بإذن الله سيكون تطبيق عملي في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم غسل كلتا رجليه، ورجليه تبدأ من أطراف الأصابع القدم مع الكعبين، مع إيش؟ مع الكعبين. هذا واجب يجب وفرض من فروض الوضوء. ثم غسل كلتا رجليه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فهو نقل هذا الصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا وضوء عليه الصلاة والسلام. قال: وهنا كيف؟ ماذا قال؟ قال: ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني فعلي هذا، لكن وضوئي في الأول هو الماء، ثم دعا بوضوء بفتح الواو، لكن هنا قال ماذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني فعلي بالماء هذا. واضح؟ فالفرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء هو الماء، والوضوء هو فعل، الفعل التوضع فعله بهذا الماء. واضح؟ وقال: من توضى نحو وضوئي هذا، من توضى نحو وضوئي هذا، نحو وضوئي هذا يعني مثل هذا، ونحو هذا احتراز أنه ما طبق صفة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، يعني قريبا منها. قال: ثم صلى ركعتين، وتسمى ركعتي الوضوء، لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يفكر في شيء خارج عن الصلاة. ماذا جزاؤه وماذا فضله عند الله سبحانه وتعالى؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر أي ستر ذنبه، ستره في الدنيا وتجاوز عنه في الآخرة. إذن فضل الذي يناله العبد بهذه الصفة ينال بثلاث أمور: الأول
ما هو الأول؟ التوضؤ والصفة التي توضاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، ماذا قال؟ قال ثم صلى ركعتين، يصلي ركعتين بعدهما. الثالثة ما هي؟ قال لا يحدث فيهما نفسه، أن يصلي ويقبل على صلاته بخشوع ينال هذا الفضل العظيم. هذا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه عليه الصلاة والسلام. ينبغي والأحبة على كل مسلم، بل يجب على كل مسلم أن يتعلم هذا الحديث وأن يطبق هذا الحديث وأن ينشر هذا الحديث اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينال هذا الأجر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ولضيق الوقت لا يسعني أن أتكلم على جميع فقه هذا الحديث العظيم، لكن ما ذكرناه من إشارات فيه إن شاء الله الخير والبركة. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.